عندنا نص كيلو لحمه، يفضل قطعيه اللحمه تكون قطعيه بتستوي بسرعه زي الانتر كوت معانا النهارده. عندنا كمان ربع كيلو من المشروم الفريش متقطع شرايح تخينه شويه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، هنحتاج كمان نص كوبايه من البقدونس المفروم، معلقتين كبار زبده، هنحتاج كمان معلقه زيت، كوبايتين مرقه لحمه، كوبايه كريم الطهي لو متوفره، مش متوفره هقول لك البديل دلوقتي واحنا بنشتغل، معلقه صغيره من السكر، رشه جوز الطيب وملح وفلفل اسود. دي كده المقادير. اولا المقادير سهله قوي، وعايزه اقول لكم النتيجه بتبقى بجد مميزه. تعالوا بينا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نشغل بس البوتاجاز بتاعنا الاول كده، نسخن الوك كويس، وفي الاثناء دي تعالوا ندي كده ايه تتبيله لقطع اللحمه. زي ما قلت لكم ان اللحمه النهارده معانا من الانتر كوت، ميزتها ان هي بتحتوي على نسبه من الدهون اللي بتخلي طعم اللحمه حلو جدا، وهتدي طعم حلو قوي قوي في الوصفه بتاعتنا النهارده. ده غير ان هي بتكون سهله التسويه او سريعه التسويه، بتستوي بسرعه يعني، فهتدينا نتيجه حلوه قوي قوي. جبنا شرايح الانتر كوت وقطعناها بالشكل ده، اهو بصوا زي الشاورما كده، تمام، شرايح بالشكل ده هايل. تعالوا بينا بقى ايه ننزل الكميه بتاعتنا اللي هي حوالي نص كيلو. هبتدي اتبل اللحمه بتوم، معلقه من التوم، وهديها رشه جوز الطيب، ملح وفلفل، واقلب بقى اللحمه في التتبيله بتاعتها دي. ونسيبها على المطاسه بتاعتنا تبتدي بقى ايه ان هي تسخن كويس قوي معانا. تعالوا بينا ناخد بقى الزبده وشويه زيت صغيرين، معلقه زيت كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد الزبده ونسيب بقى الزبده والزيت يسخنوا كويس قوي علشان لما ننزل قطع اللحمه على طول تتشوح معانا. الشوربه بتاعتنا جاهزه. المشروم، تعالوا نتكلم بقى عن المشروم اللي معانا النهارده. معانا مشروم فريش، والمشروم الفريش ما بيتغسلش، يا اما لو عايزه تغسليه حاسه ان هو فيه شوائب كتير وعايزه تغسليه، فبتغسلي على طول بميه جاريه وتنشفيه على طول، ما ينفعش تقعديه في ميه او تغسليه في طبق ميه وتسيبيه كده وتقعدي تغسلي فيه وبتاع، هيمتص، عامل زي الاسفنج بالظبط، بيمتص كميه سوائل كبيره جدا ويبتدي ينزلها معانا في الطاسه والدنيا مش تبقى لطيفه. علشان كده لازم نجيب منديل او فوطه مطبخ نظيفه مخصصه للحاجات دي، ونبتدي نبلها ونعصرها ونمسح بيها المشروم وبعد كده نقطعه. دي افضل طريقه لتنظيف المشروم. زي ما قلت لكم ان معانا النهارده كوبايه من الكريمه، والكريمه بقت اسعارها عاليه جدا جدا. طيب البديل اللي هيديني نفس النتيجه ايه؟ ان انا هجيب الخلاط احط فيه معلقه دقيق، كوبايه الا ربع حليب، ومعلقتين قشطه من بتاعه وش اللبن، ورشة سكر بسيطة، ونضربهم كويس في الخلاط، وهنشتغل بيهم بالظبط زي الكريمة دي بدون أي يعني خطوات زيادة ولا أي حاجة، تمام؟ فدي كده بديل الكريمة معانا، علشان لو ما عندناش كريمة فدي هتكون بديل اقتصادي جدا للكريمة. هنا خلاص الزبدة مع الزيت بدأوا يسخنوا كويس، محتاجة إن هم يسخنوا كويس جدا. لما هيسخنوا كويس قوي هناخد نتيجة مميزة جدا جدا للطبق بتاعنا. ما ننساش بقى ان احنا تبلنا قطع اللحمة بتاعتنا بملح وفلفل وبهارات لحمة او رشة جوز الطيب، تمام؟ كمان حطينا معلقة ثوم، قلبنا كله مع بعضه كويس. شرايح اللحمه اللي معانا النهارده من الانتر كوت ومتقطعه شرايح رفيعه زي الشاورما، كل دي حاجات بسيطه بس هتفرق جدا في الطعم وكمان في التسويه. خلاص كده
اول ما اسمع بقى الصوت بتاع الطشطاشه ده بيقل خالص اعرف كده ان الدنيا تمام، كل الرطوبه اللي موجوده في الزبده ونسبه اللبن اللي موجوده فيها بتنشف، بالتالي هي حرارتها بتعلى. علشان كده نبتدي بقى ايه نحط مع بعض قطع اللحمه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد بقى قطع اللحمه كده عشان تبقى كلها ملامسه للحراره. عايزه اقول لكم طبعا الريحه بقى بتاعه اللحمه والتوابل اللي احنا حاطينها والثوم هتدي ريحه خطيره. ما نقلبش كتير، مش محتاجين نقعد نقلب كتير كتير، لا هنستنى كده اللحمه تتقفل كده المسام بتاعتها وتبتدي تلون من ناحيه، فنقلب الناحيه الثانيه علشان ناخد افضل نتيجه في التسويه، بحيث ان السوائل اللي في انسجه اللحمه ما تنزلش وتشد معانا، خاصه اللحمه كمان بتبقى صعبه قوي لما بتكون بتشد. ندي تقليبه، بصوا اللون اتغير ازاي من الناحيه الثانيه. بنقلب ونفرد تاني كل القطع في ارضيه الطاسه بتاعتنا علشان كله يتحمر بسرعه من غير ما تنزل اللحمه الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده والريحه خلاص. اللحمه عندنا استوت واخدت لون لطيف جدا مع الثوم والريحه، مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. بينا بقى ننزل المشروم زي ما اتفقنا، وقلنا المشروم مش بيتغسل، وقلنا بيتغسل ازاي او بيتنظف ازاي، ويتقطع كده ايه شرايح تكون سميكه شويه، ونبدا ننزله علشان نشوحه مع اللحمه. واحنا بنشوح كده هدي بس معلقه واحده من الدقيق علشان تعمل معايا عمليه ربط للصوص بتاع البيف استراجانوف، فيطلع معايا صوص كده ايه له تقل شويه، فهندي معلقه بالشكل ده مليانه كده من الدقيق، ونكمل بقى تقليب علشان الدقيق كمان معانا يبتدي ايه ياخد لون شويه ويستوي. احنا كنا متبلين اللحمه والدنيا تمام زي الفل، ممكن بس نحتاج بعد ما بنخلص خالص ندوق ونشوف هل محتاجه ملح ازيد ولا لا، خاصه كمان احنا عندنا شوربه والشوربه بتكون اكيد يعني متملحه، فنراعي الحته دي. فانا مش هضيف اي ملح غير بعد ما اخلص خالص خالص وابتدي اشوف هي محتاجه ولا لا. زي ما انتم شايفين كده المشروم واللحمه ومعلقه الدقيق بيتشوحوا والدنيا تمام. طيب دلوقتي بقى هجيب الشوربه، يفضل تكون شوربه لحمه، لو مفيش تنفع شوربه فراخ، مفيش ولا ده ولا ده، فنقدر نستخدم مكعب مرقه على شويه ميه ونتعامل بيها. يلا بينا ننزل بالشوربه. هيل نقلب بقى علشان نشيل اي دقيق بقى لازق في الارضيه، نبتدي كده ندوبه. حلو قوي، وغطي بقى واسيب اللحمه تكمل تسويتها. هي متحتاجش وقت كبير، هي كده خلاص تعتبر استوت، هنخليها بس تاخد غلوتين كده مع المشروم مع الشوربه مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها علشان تدخل في التسويه. بصوا شايفين اللون، احنا ما حطيناش اي حاجه تدينا لون. بصوا الجمال، تحفه ما شاء الله. كده خلاص بدات اللحمه تستوي، هبتدي احط لها رشه من السكر، هحط لها كمان رشه من عيدان البقدونس، مش حاطين ورق حاطين عيدان، تدي طعم حلو قوي. واخر حاجه هنضيفها هتكون الكريمه او بدلها اللي احنا قلنا عليه في بدايه الحلقه. غلوه واحده بس ونرفع من على النار. تمام، خطيره، القوام كمان حلو قوي، الريحه تجنن ما شاء الله بجد في منتهى الجمال. هسيبها بس تغلي وبعدين نشيلها من على النار. شايفين الصوص بتاع البيف شكله عامل ازاي؟ خطير زي ما قلت لك، هيبقى حلو قوي مع رز ابيض، خضار سوتيه،
وبنص كيلو لحمة بس. واضح معانا قوام الصوص قد ايه سمكه حلو جدا. نظبط بقى الطبق بتاعنا. بقدونس وبكده يكون طبقنا جاهز.